يا سلام يا سلام يا سلام حبيبتي الثانية، من 10 سنين بتذكرني هالريحة بحبيبتي الثانية. والله بتذكرني بحبيبتي رقم 112، نفس الريحة نفس الريحة، سبحان الله. كم مرة شمينا ريحة ورجعتنا هي الريحة لسنين لورا، ذكرتنا بأشخاص، ذكرتنا بأيام سابقة، ذكرتنا بشوارع مشينا فيها. بس يا ترى كم مرة سألنا حالنا شو الرابط ما بين الذاكرة وما بين هي الريحة اللي عم ترجعنا إياها لورا؟ شو اللي عم يصير بدماغنا؟ مناطق الدماغ اللي بتندمج فيها الروائح بالذكريات والعواطف هي مناطق متشابكة جدا، في بيناتها اتصالات كتيرة. نحن الريحة وقت تجي على أنفنا رح توصل على منطقة بالدماغ اسمها البصلة الشمية. هي البصلة الشمية هو المكان بالدماغ اللي مسؤول عن إدراك معنى الريحة، يعني هي الريحة ما بتصفى اسمها ريحة جوا الدماغ، وإنما بتتحول لشكل تاني بعدة مناطق من الدماغ. تتحول هي الرائحة لمعلومات وبيانات، ما عاد تصفى مجرد ريحة وإنما صارت شكل إلكتروني جوا الدماغ. بطريق خاص رح تنتقل هي الريحة لمنطقة كلنا بنعرفها اسمها الحصين، يلي هي المنطقة اللي بتتخزن فيها الذكريات. وقت توصل الريحة لأنفنا رح تنتقل لمنطقة بالدماغ اسمها البصلة الشمية، يعني فينا نقول هي البيت اللي بتقعد فيه كل ذكرياتنا الحلوة والحزينة والمرة. في شغلة كتير حلوة بريحة معينة، أنت يمكن تتذكر موقف قديم، ممكن تتذكر شارع مشيت فيه مع حبيبتك، ممكن تتذكر بيت قعدت فيه مع رفقاتك وكنت كتير مبسوط أو كنت كتير حزين. اللي عم يصير بدماغنا أول ما نشم الريحة عم يتشكل جوا دماغنا استجابة عاطفية لهي الرائحة، بالتالي نحن رح نبكي، رح ننبسط، رح نشعر بشعور غريب. بالمرحلة الثانية نحن رح نتذكر شو اللي سبب هي الاستجابة العاطفية، بمعنى آخر نحن رح نتذكر الموقف يلي صار معنا. الدراسات الحديثة أثبتوا نظرية مهمة جدا، وجدوا إنه في ارتباط وثيق ما بين الرائحة وأمراض صحية مرتبطة بالإنسان، وأهمها كان هو انخفاض قدرة الشم يلي هو عرض باكر للإصابة بالزهايمر. طيب وبعد ما عرفنا السبب اللي بيربط ما بين الريحة والذاكرة، بدنا منكم تذكروا لنا بالتعليقات شو أكثر ريحة بتحبوها سواء كنتوا شباب أو بنات، وشو المواقف القديمة يلي بتذكركم فيها.